هو الموضوع البداية مشاجرة مال طوبة، تدري جهال ويلعبون طوبة، ما نحس غير الساعة من الساعة بالوحدة للساعة بالثنتين بيت مطوق بالشرطة، هم وضباطهم 12 نفر جايين على طفل عمره 12 سنة ما عارف السالفة عليهم، بالشولة كبابي ديق ديق ديق، ما والله شوية أرد أفتح الباب ما أحس لك غير بس الدفرة والكهرباء مطفية، ما أدري ضربني بحديدة ضربني بالأخمص مال الرشاشة ضربني بالمسدس ما أدري، رأسا أنا سبحت بدمي، من سبحت بدمي أطفال اثنين مطاحوا علي، هم بنتي وهم ابني، بنتي عمرها 12 سنة ويما يما يما طاحوا علي، ابني الثاني هم نايم فوق السطح تدري صيف وحار، هم شيلوا شمروا عليه، قالهم أدري ليش ضربتوا أمي، هسا أقول أخوي كانكم جايين على هذا، أخوي أمي ليش ضربتوها وفشكتوا راسها ليش شنو السبب، قال إحنا عندنا أمر، قال وين الأمر وين الأمر، أنا لا حجاب على راسي لا عباية، والله العظيم ما كذبت عليكم، والله العظيم هذه هو هاي تصعد لله، شوف بعدين قلت لأخويا ترضى غيرتكم ترضى غيرتكم هيك تتورجون علي، هم عندكم خوات وعندكم أمهات وعندكم بنات، مو وياهم الحكي، بعدين حطوا لك ابني خذوا ومشوا وعافوني أنزف أنزف سبحانه بدمي من هامتي لرجلي، ورد للحظات إجا أخوي شافني قال شلون هيك خليك على هالحالة، هذا حطني وخذني للجمعية داواني، ما رضوا يداووني إلا رابط من الشرطة، اجى الدكتور من ضربك بابا، قلت له واحد من الشرطه مدر واحد مدر اثنين ضربوني ما ادري، انا فاقده الوعي وانا اطالب اهل الغيره والمسؤولين اريد ياخذون حقي وحق ابني، طوقوا الدار وداهموا البيت الحاجه ام محمد، فقالوا قالت لهم منو انتم ساعب الوحده ساعب الوحده بالليل منو انتم ما حكوا منو انتم اربع مرات ما حكوا، بعدين قالوا احنا الشرطه، قالت لهم وين المختار؟ قالت لهم وين المختار؟ قالت لها هذا المختار موجود، قالت لهم شو اسم المختار؟ يقولوا لها أبو حسن، مختارنا مو أبو حسن، مو اسمه أبو حسن. فقلت لهم خلي المختار يحكي وياي. ما حكي المختار وياها، المختار ما جايب المختار ما حكي. داهموا الدار الكهرباء مقطوع، قالت لهم بس خليني ألبس عباتي وأفتح لكم الباب. ألبس عباتي وربطي وأفتح لكم الباب، فما ما أعطوها مجال، ضربوا الباب وضربوها بالبندقية أو المسدس على رأسها. وعافوها تنزف هذا المكان وابنها وراها واقف ابنها وراها واقف يبكي.